هو في حاجة يا مدام رجاء؟ هو أنتوا بتفتشوا في أوضتي ليه؟ هتعرفي بعدين. طيب هو مثلا في حد قال لحضرتك إن أنا سرقت حاجة ومخبيها في الأوضة؟ قلت لك هتعرفي بعدين. اتفضلي. إيه ده؟ إيه ده؟ هو ده الخاتم رجاء هانم؟ أيوه حضرتك. خاتم إيه؟ بتوع ابني. خاتم إيه؟ ايه ده ايه ده؟ انا ما خدتش حاجه، انا ما خدتش حاجه. انتوا واخديني على فين؟ انتوا واخديني على فين؟ طب سيبوني بس، انا هفهمكم. انا ما خدتش ماما. دي رايحه فين يا ماما؟ اسمع مروان، انا واخدينها فين؟ مروان الهاني يا مروان. اسمع اسمع مروان، يا مروان الهاني، يا مروان، يا مروان، مروان اعمل وكيل. اسمع خلاص يا ابني. اقعد يا نسمة. احكي لي بقى، سرقت الخاتم من اوضه رجاء هانم ازاي؟ انا ما سرقتش حاجه. احنا بنتبلى عليكي. انا مخرج الخاتم من اوضتك ومن دولابك. عادي يعني، حد دخل اوضتي وحط لي الخاتم في الدولاب. بالسهولة دي؟ اه، أنا طول الوقت ببقى سايبة الأوضة، ببقى مع مستر مروان، يا في أوضته يا في المطبخ يا في الجنينة، سهلة يعني. طيب ومين بقى اللي هيبقى عايز يلبسك مصيبة زي دي؟ لا، ما هو أنت لازم تتكلمي، عشان أنت سكوتك ده هيضرك مش هينفعك. مستر محسن، ويمكن كمان رجاء هاني. ليه بقى؟ علشان هي عايزة تمشيني من البيت من ساعة ما. من ساعة ايه يا بنتي؟ بتتكلمي؟ من ساعة ما عرفت ان مروان ابنها عايز يتجوزني. يتجوزك؟ ايوه، هو كلم بابا وطلبني منه، ولو حضرتك مش مصدقني ممكن تكلمه تسأله. طب وهي تعمل كل ده ليه؟ طب ما تمشيه كسل. علشان هو قال لها إن أنا لو مشيت هو كمان هيمشي وهيتجوزني من غير موافقتها. اللي أنت بتقوليه ده لو كده ده قضية تانية يا نسمة. لو حضرتك مش مصدقني ممكن تكلم مروان وتسأله بنفسك، وهيقولك كمان حاجات أنا مش قادرة أقولها عشان هي مامته برضه.